ترسان الجنة في الشرابية ماتوا بعد الفرح بأربع ساعات. والدة العروس ندى طلبت الدعاء لها قبل الزفاف. حكاية عروسين الشرابية في يوم صباحيتهم. بنت ما لحقتش تفرح بجوازها، جهزت شقتها هي وجوزها من الإبرة للصاروخ، لكن قدرها أن جنازتهم تكون يوم فرحهم. كلمات كانت كالسهام تخرج من فم الأم التي جلست على كنبة مرتدية الملابس السوداء. أسفل صورتها نجلتها العروسة التي توفيت وزوجها بعد ساعات قليلة من ليلة زفافهما داخل حمام شقة الزوجية بمنطقة الشرابية إثر انتشار غاز السخان. انتهت ندى حسين محمد 25 عاما مدربة جيم، ومحمد السيد جاد 31 عاما محاسب في أحد البنوك من حفل زفافهما ليدخل عش الزوجية، لكن كتب لهما الموت معا لتبدأ حياتهما الأبدية. العروسان عسر عليهم متوفيين داخل حمام شقتهما بعد ساعات قليلة من زفافهما بسبب غاز السخان. لقي العروسان مصرعهما سويا. تسرد سوسن موسى والدة عروس الجنة ندى مديرة معهد بالمعاش تفاصيل الليلة الأخيرة لابنتها قائلة: ندى كانت بتجهز الصبح علشان تمشي تروح الكوافير، وأختها قعدت تدعي لها وإحنا نرد ونقول أمين. خرجت علينا الله يرحمها من الأوضة وطلبت من أختها تدعي لها: اللهم إناس وحشتنا. وردت خالتها عليها قالت لها: ما تقوليش كده، ده أنت عروسة. فردت: الله يرحمها، ده دعاه للميت والحي. وكأن قلبها كان يشعر بالموت. تسكت والدة الفتاة قليلا وتنظر إلى اتجاه الغرفة الخاصة بابنتها وكأنها تراها مرة أخرى قادمة إليها من الطرقة إلى الصالة ومستمعة لصوتها الضاحك ليلة زفافها، لتعود إلى الحقيقة الموجعة مرة أخرى قائلة: كانت بتساعد الكبير والصغير، ما كانتش بتسيب حد إلا وتقف جنبه، ما كنتش أتخيل إنها تمشي بالشكل ده. كانت حنينة عليا دايما وتجيب لي الأدوية الخاصة بعلاج الكلى وتقعد على الأرض جنب الكنبة وأنا تعبانة علشان تطمن عليا، وترفض إنها تنام في مكانها طول ما أنا تعبانة. الله يرحمها كانت نسمة في البيت. وتحكي والدة عروس الجنة عن نجلتها وحياتها قبل زواجها قائلة: ندى كانت تعمل مدربة في إحدى صالات الألعاب الرياضية، وكانت رياضية جدا وتعمل على مساعدة الجميع، وتعرفت على زوجها الله يرحمه في أول 2019 وتمت خطبتهم في شهر مايو، وظلوا يجهزان شقتهما كما يقولون من الإبرة للصاروخ. وأخبروا الجميع أن زيجتهم ستكون في شهر يناير من العام الجديد. العين صابتهم، تزرف الأم دمعة محبوسة في عيناها وتعود للحديث عن ابنتها وزوجها المتوفيين. هم اتحسدوا، الناس قعدت تقول لهم: انتوا هتتجوزوا بسرعة، انتوا لسه مخطوبين، الموضوع لسه بدر عليه، استنوا شوية في العزوبية، انتوا مستعجلين قوي. الناس حسدتهم على حبهم لبعض وعلى سرعة تجهيزهم لشقتهما، لكن ما اقدرش اقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون. الساعات الأخيرة، تستكمل الأم حديثها عن الواقعة. فرح بنت انتهى الساعة 12 صباحا يوم الخميس، وظلت الزفة المكونة من 21 سيارة لمدة ساعتين تجوب شوارع منطقة الزمالك، وطلبت من زوجها محمد المغادرة الساعة 2 صباحا، وأخبرته حينها إنهم يجب عليهم الذهاب لمنزل الزوجية وأخذ قسط من الراحة. واتجهنا إلى منطقة الشرابية حيث توجد شقة الزوجية، وعقب وصولنا طلبت مني والدة العريس الصعود مع ابنتي، لكنني أخبرتهم بأنني لا أصعد بعد توصيل بناتي إلى شقتهم وسأحضر للإطمئنان عليهم مرة أخرى. وأخبرت ندى بأن العشاء موجود وإنها يجب أن تحصل على قسط من الراحة. وقامت شقيقة العريس
العريس بإحضار كوبين لبن لهما لشربه. وتضيف الأم: العريس قال لنا إن هو مصدع ومحتاج أي دواء للصداع، فأحضر شقيقه له فوار للصداع وأعطاه له. واستعددت للرحيل وأخبرت ندى بأنني لن أحضر لزيارتها يوم الصباحية، وسأحضر لها يوم السبت لتركها تأخذ قسطا من الراحة وزيارة أهل العريس وأصدقائه. قلقان على بنتي. تتابع الأم حديثها قائلة: أول ما دخلنا البيت وغيرنا هدومنا بعد نص ساعة، أخت ندى الصغيرة طلبت الاتصال بها وقالت حينها: أختي وحشتني يا ماما والبيت من غيرها وحش، خلينا اتصل بيها اطمن عليها وأشوفها. وأخبرتها حينها: عيب، ما ينفعش تتصل بأختك الساعة 4:30 الفجر وهي عروسة، بكرة كلميها براحتك. وتضيف الأم: بنتي كان نفسها في دبلة عريضة وظل عريسها يبحث عنها، إلا أن عثر عليها بعد فترة، وخلال قيامها بقياس فستان الفرح قبل الزفاف سقطت الدبلة منها وتشاءمت حينها، وأحضر لها عريسها محمد دبلة أخرى شبيهة بها. وظللنا 3 أيام حتى استطعنا إخراج فستانها من الشقة. وعن معاملة عروس الجنة لأشقائها في المنزل قبل الزواج تسرد الأم: ندى يتيمة الأب وملهاش أخوات رجالة، وهم 3 بنات عندي هي الوسطانية، وكانت بتحب أخواتها جدا، كانت تيجي من برة تغسل وتكنس وتمسح وتقول لأختها الصغيرة: خليكي قاعدة انت جاية تعبانة، أنا هخلص كل حاجة. وتعود الأم إلى الحديث عن تفاصيل الواقعة الحزينة قائلة: بنتي كان جسمها ضعيف شوية، ولما ما ردتش على تليفوني قلت اغمى عليها او تعبانة شوية ومحمد جوزها مش عايز يقلقني، لكن ما تخيلتش ولا تصورت انها ماتت. وتقول الأم الحزينة: استيقظت عقب صلاة الجمعة وقمت بالاتصال بابنتي، وجدت هاتفها مغلق، فقمت بالاتصال بهاتف زوجها لم يرد. اعتقدت حينها انهم مازالوا نائمين ولم يستيقظوا من ارهاق ليلة الزفاف، فتركتهم. وفي حوالي الساعة 3:30 قمت بمعاودة الاتصال، الا ان هاتف ابنتي ظل مغلقا ولم يرد زوجها، فبدأ القلق والشك يدخل قلبي، محدش بيرد. وتستكمل والدة عروس الجنة حديثها: اتصلت بوالدة زوج ابنتي وأخبرتها بما يحدث، فقالت لي إنها ستقوم بإرسال شقيقه الذي يسكن بالقرب منهما للإطمئنان عليهما، فقمت بالاتصال بشقيق محمد وأخبرني إنه في الطريق إلى الشقة، وبعدها لم يرد على اتصالاتي، فزاد شكي وقلقي، الى ان اتصلت برقم محمد زوج ابنتي الله يرحمه، وفوجئت بالرد الذي نزل علي كالسهام القاتلة. صوت سيدة عجوز تقول لي: بنتك وجوزها تعبانين اوي يا حجة. صرخت فيها وقلت: ندى ومحمد مالهم؟ اعتقدت ان ندى مرضت لضعفها او حدث شيء ما، ولم اتصور ما حدث. الا ان السيدة عادت تردد مرة اخرى: الولاد ماتوا يا حجة، الاتنين في الشقة، فتحنا لقيناهم ميتين. خرجت افتح باب الشقة والنوافذ واصرخ بشدة على ابنتي، لا اعرف ماذا افعل، ولكنني اصرخ وابكي على عروستي وفي لذة كبدي، حتى تجمع الجيران. ولم ادري في هذه اللحظات ماذا حدث، الا انني اخذت اشقائها وذهبت منطقة الشرابية حيث تقطن. وعقب وصولي وجدت الأهالي تجمعت أمام العقار والشرطة والإسعاف متواجدين. جلست أصرخ وأبكي أمام المنزل، ثم صعدت لأجدهما مغطيين في الأرض بملايات وباب الحمام مخلوع على الحائط. ثم أخرجناهم من الشقة وبدأت النيابة تحقيقاتها، والتي انتهت باستخراج تصاريح دفن
دفنهما وسألونا عن ليلة الحادثة، وأكد لنا المحقق أن الطعام كما هو، كما تم العثور على أكياس فوار. قال شقيق العريس عنها أن محمد زوج ابنتي الله يرحمه طلبها منه قبل الصعود، كما أشار إلى أن العريس طلب منه فتح مطور المياه في الرابعة فجرا، وهو ما رجح وفاتهما في هذه الفترة بعد ساعتين ونصف من وصولهما شقة الزوجية. وتسرد الأم الحزينة تفاصيل كشف الحادث على يد شقيق العريس وجارهم الضابط، حيث حضر شقيقه وجلس يطرق الباب دون رد، ففتح جاره الضابط الباب قائلا له: دول عرسان ما ينفعش تخبط كده. فأكد له شقيق العريس: محدش بيرد واحنا جلجانين. فأخذوا قرار بكسر الشقة وقاموا بكسر الباب ودخلوا وحاولوا فتح الباب، إلا إنهم لم يستطيعوا، فقاموا بكسر الزجاج وخلع الباب حتى وجدوا أن رجلي ندى ومحمد كانت تمنع فتح الباب. وحينما رأيت ابنتي كان هناك زجاج على وجهها من أثر كسر الباب. وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة كشفت تفاصيل واقعة وفاة عروسين بعد حفل زفافهما بمنطقة الشرابية، حيث تبين أن العريس وزوجته توفي أثناء استحمامهما. وأضافت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث حول الواقعة، أن العروسين لفظ أنفاسهما الأخيرة نتيجة الاختناق بالغاز والبخار. وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وأمرت بطلب تحريات المباحث وعرض الجثتين على الطب الشرعي والاستماع لأقوال أقارب العروسين. وتبين من المعاينة الأولية للشقة سلامة الأبواب الخارجية والنوافذ، وتلاحظ خلع باب الحمام وكسر زجاجه، بالإضافة لوجود الأكل مغطى والثلاجة وعلى رخام المطبخ كما هو، وكذلك العثور على أكياس فوار لتسكين الصداع، كما عثر على جثتي العريس محمد السيد في بداية العقد الرابع من عمره وندى حسيا في العقد الثالث من عمرها، مغطية أجسادهما بملايات وعليها بعض بقايا الزجاج من كسر باب الحمام. وبالاستماع لأقوال والدة العروسة أكدت أنها تركت ابنتها ندى في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا وذهبت إلى المنزل، وبالاتصال عليها صباحا وجدت هاتفها المحمول مغلق وهاتف زوجها لا يرد عليه، فقامت بالاتصال بوالدة العريس وأشقائها للإطمئنان عليهم. كما أيدت والدة العريس وأشقائها أقوال والدة العروسة، وأشار شقيق العريس إنه حضر للإطمئنان على شقيقه، إلا إنه لم يرد عليه، فقام بكسر باب الشقة للدخول ثم كسر باب الحمام ليجدهما سويا ملقيان في الأرض جثتين هامدة. وقرر النيابة التصريح بدفن الجثتين بعد صدور تصريح الطب الشرعي، وتبين من التحقيقات أن الوفاة نتيجة للاختناق، والوفاة بسبب الاختناق بالغاز والبخار في الحمام. رحم الله الراحلين وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.